بعد شي رجع انتهل بيناتنا، لا اسفنا يفيد لا دمعاتنا، ما يرجعنا الندم، احنا داخلنا الهدم، ومر قطار الشوق عدى وفاتنا، احنا من خاطر علاقتنا انكسر، ما اتنازلنا ولا بينا انجبر، صار همنا الغلط من عدنا انبدر، طبعا تسيء الامور، احنا مالينا الغرور، وكل ما نتحمل اثنيناتنا. علي الدلفي فضت ايه؟ من وقت عشرتنا وياهم الله الله، وخذوا منا تعهد خطة ننساهم، الله كتبنا اللي ما نريده واللي يريدونه، ووقعنا على فراق اللي يحبونه غصبا على الشوق اللي فينا عفناهم. الله يا رسال شو سوي؟ سيطر الأنبوة.